يلا الان تعطينا اسماء عادي يا صيح. طيب اعطوه فرصه شوي. خلنا نعطيه فرصه. يلا نعطيه فرصه. لا ممنوع انك تشوف جوالك او اي شيء اخر. انا عارف. يلا يلا بنواف تكفى. انا مسابقه 25000 والله العظيم حلال بلال عليك لو تجيب لي انواع الشواهي. انت دائما تقول انا لو اشرب الشاي وانا ما ادري اقول لك ترى هذا شاي فلان. والله العلي العظيم كانك تشرب. انت الحين لو اجيب لك مويه اقول لك ميزها من. طيب انت ليش تهيط علينا لك سنين تقول انا عارف اي شاي؟ لا الطريقه هذه سويت فيها سكر قليل مره وكلها مره. ذيبان اللي مسويها ذيبان. بيض الله وجهك. خلينها مره وبالله العلي العظيم انها الميزانيه اللي دائما اصلح فيها الشاي. دقيقه هذا يعني السكر نفسه. يلا نفسه. يلا معلش معلش اخواني هاي الاولى. يلا الاولى بسم الله. لحظه يلا يلا الان ضروري تعطينا اسامي خلاص. يلا أبد. ايوه هذا ابو جبل. طيب اللي بعده ما راح نقول لا ما راح نقول اسامي كلها. هذا لا تعطف احد. لا تعطف ينفع الشاي ناظر. لا تعطف احد يا رب. لا تعطف احد خلينا نعطف الشاي. يلا هذا خدير. ايوه لو في واحد بس اشر لك ترى المسابقه كلها تلغى. ما حد اشر والله تلغى ترى ما حل لكم. انا والله ما حد اشر لي ثامن. يلا هذا ابو جبل. يلا هذا خدير. يلا هذا خدير. ايوه لو في واحد بس اشر لك ترى المسابقه كلها تلغى. ما حد اشر والله تلغى ترى ما حل لكم. انا والله ما حد اشر لي ثامن. يلا هذا ابو جبل. يلا هذا خدير. هذا خاطر هذا القمه. هذا خاطر هذا القمه. ها ترى انك تغير ترى منحك فرصه ترى يا اخوان. ابو جبل خدير الخاطر القمة. Again. أبو جبل. أيوة. أبو جبل خدير الخاطر القمة. يا رب. نبدأها من كذا. طيب وش هي؟ الخاطر. إيه. خدير. أيوة. أبو جبل القمة. صح. Oh!